نشكركم على المواكبه الدائمه لكل مستجدات والمحطات اللي كتعرفها المنظومه التربويه على مستوى اكاديمي دوتنان. اليوم العمليه الانطلاقه الفعليه ديال استقبال التلميذات والتلاميذ في المؤسسات التعليميه. كتشوفوا حنا اليوم في الثانويه الاعداديه خير الدين استقبال التلاميذ، الجزء الكبير منهم هو ملتحق بالاقسام ديالو رفقه الاساتذه، الجزء اخر مرفق بالاسر ديالهم في اطار العمليه ديال التسجيلات ديالهم. اليوم المستجدات اللي كتعرفها المنظومه على مستوى الوطني ومن ضمن اكاديمي دوتنان هو تنزيل واحد خمسه ولا سته ديال الاوراش ذات الطابع البيداغوجي، من حيث اهم ورش على مستوى اللي غينطلق من ضمن المشاريع ديال خريطه الطريق هو الورش ديال المؤسسه الرائده، واللي هو مؤسسه النموذجيه من حيث البنيه تحتها، من حيث فضاء جميل ومؤهل، من حيث تجهيزات ديال المقاعد في داخل هذا، من حيث تاهيل الحجرات الدراسيه، من حيث توفير الادوات العصريه داتاشاو، كل استاذ عنده بيسي ديالو، الاساتذه مكونين تكوين بمؤهلات بيداغوجيه كبيره، بحيث مقاربات بيداغوجيه وعصريه جديده عبر رقمنه هاد الاليات وهذه الادوات، ايضا من خلال ايضا توفير اعتمادات ماليه للمؤسسات التعليميه لا في مدرسه النجاح، ولا اعتمادات ماليه اللي خاصه بساعات اضافيه ديال الدعم التربوي لتلميذات المؤسسه، وهذا بشكل طوعي من طرف الاطر التربويه ديالنا. الورش الثاني المهم هو ما يتعلق بتنزيل الانشطه الاعتياديه، ثم الورش الثالث اللي خاص بالدعم التربوي الممؤسس، ثم ورش خاص باللغه الامازيغيه في التعليم الابتدائي، ثم ورش اللي خاص باللغه الانجليزيه في التعليم الاعدادي، هذا فضلا عن الاوراش ديال الحياه المدرسيه وتعزيز القيم، ثم الرياضه المدرسيه والرياضه للعموم. ايضا لابد من الاشاره للحجم ديال الحاجيات من حيث الاحداثات والمؤسسات التعليميه الجديده، فيكفي نعطيك رقم بانه 22/26 برمجنا ما يناهز 78 مؤسسة تعليمية جديدة في مختلف الأسلاك، من ضمنها 26 مؤسسة تعليمية فقط في جامعة الدريرقة. وحنا كتعرفوا أنتم أكثر مني كإعلام التراكمات السنين والتراكمات اللي كانت تأثير سلبي على مستوى الاكتظاظ على مستوى الهضر في جامعة الدريرقة، فاليوم وفرنا لها في هذا المخطط الإقليمي ما تحتاجه إلى حدود واحد الأفق ديال 6 سنوات واللي يمكن تشتغلوا عليه إلى ما بعد ذلك، إلى حدود بأنه اليوم فحتى المؤشرات السلبية على امتداد هذه السنوات بدأت كتقلص، لا على مستوى الاكتظاظ، لا على مستوى التكرار، لا على مستوى الهضر إلى غير ذلك. فبالتالي نتمناو لكم عودة ميمونة، ياك نتمناو الأساتذة ديالنا الأستاذة عودة ميمونة.